بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جولة جديدة ويوم جديد في سوق التونسي الحضاري. زي ما احنا متعودين بنعمل جولات كتير في السوق وبنجيب حاجات كتير جدا، يعني انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم كل حاجة موجودة هناك. يعني كل فترة كده بنزل بشوف ايه الجديد واعرضه لكم عشان تشوفوا ايه اللي موجود في السوق. في ناس كتير طلبت مني الأجهزة، وجبت لكم الفيديو اللي فات، جبت لكم جزء من الأجهزة اللي موجودة هناك، بعضها كان شغال وبعضها مش شغال، وهم بيقولوا لكم الحاجات دي بكل صراحة. يعني ما فيش حد بيديكي حاجة يقول لك شغالة وهي مش شغالة، ما فيش الموضوع ده. البايظ بيقول لك عليه بايظ، وممكن يقول لك ايه مشكلته، ده لو يعرف ايه مشكلتها. ما يعرفش مشكلتها خلاص. بالنسبة لعم جمعة اللي هو بيبيع التلاجات، عنده ضمان شهرين او شهر مش فاكرة، وقال لي الحاجة هتاخديها عليها ضمان لمدة شهر، فيها اي مشكلة هترجعيها لي، ما تقلقيش خالص من عنده. ويا ريت لما تروحي له تعرفيه ان انتي من متابعين القناة عشان يعمل لك خصم كويس. احنا هنا بقى عند عم حسين، زي ما انتم شايفين كده عنده كل الاساس اللي عنده مستعمل، بس طبعا حاجات محترمة جدا. زي ما انتم شايفين السفرة اللي قدامنا دي حلوة جدا جدا، جميلة، شكلها حلو جدا وخشبها كمان ممتاز. بس للأسف انا نسيت أسأل على السعر. انا صورت عنده كله، بس نسيت اخد منه الأسعار للأسف، يعني لاني لما دخلت عنده كان في عنده زبون عايز ياخد ترابيزة، اول ترابيزة احنا قابلناها لما دخلنا، اللي هي الترابيزة المدورة اللي معاها 4 ترابيزات صغيرين دي. هي الترابيزة سعرها 1500 جنيه، خشب زان وحاجة محترمة جدا. طبعا انت لما بتروحي تشتري بتفصلي، لازم تفهمي الموضوع ده، مش هتاخدي، مش هو هيقول لك ب1000 هتاخديها ب1000، لا اكيد هتنزلي معاه شوية واكيد هيعمل لك تخفيض كويس. بس للأسف جاله الزبون بكام دي، قال له ب 1500 جنيه، فالزبون كان مصر ياخدها ب 200 جنيه. انتوا متخيلين بقى؟ مش للدرجة دي طبعا، يعني انزل 100، انزل 150، لكن انزل 1300 جنيه مرة واحدة كتير، وفي ترابيزة سعرها 1500 جنيه. كان الراجل طبعا كان محروق دمه بصراحة، وكان ضغطه عالي، وطبعا عشان يعني انا كنت مصورة عنده قبل كده وعارفني، ف سابني بقى انا اصور وهو قاعد بقى في الضغط بتاعه وفي الامراض اللي جات له، يعني ربنا يشفيه يا رب. فهوريكم بقى بقية الحاجات اللي موجودة. بصوا كمان التابلوهات دي كانت حلوة جدا، كمان الطقم ده كان عاجبني قوي، حاجة سيمبل كده وصغننة، يعني لو في عندك في البيت اي ركن صغنن كده فاضي ممكن تحطي فيه الطقم ده. هما كرسيين وكنبة صغننة، بصوا شكلها حلو جدا، تتحط في اي كورنر فاضي عندك هتبقى تدي شكل حلو قوي. بصوا كمان الكراسي دي بتاعت السفرة اللي وراها، لا مش دي، يعني الكرسيين اللي جنب الكنبة دول هوريكي السفرة بتاعتهم. شوفوا النيش اللي هناك ده، الكراسي اللي قدامه. بصوا المشكلة هنا في المعرض او في السوق كله، خصوصا المحلات بتاعت الموبيليا، عايزين مساحة. بصوا عندهم حاجات حلوة جدا، بصي البوفيه الشغل بتاعه عامل ازاي، شغل جميل جدا ولذيذ بجد. النيش ده بتاع سفرة تانية، بس للأسف مظلوم بالركنة بتاعته، ان هو محطوط كده كله متكون فوق بعضه. النيش ده برضو بتاع، قصدي البوفيه ده بتاع النيش اللي جنبه، فالحاجة مظلومة. بصوا الحاجات دي لما بتخرج معاها الحاجات دي كمان بتتباع برضو معاها، يعني الحاجات دي بتاخديها بعيد عن السفرة خالص، بتشوفي بقى سعر كل حاجة على حدة وبتاخدي اللي انت عايزاه. طب لغات عندهم كمان روعة جدا. فالحاجات دي بصراحة بتتظلم، اولا طريقة العرض بتاعتها مش مديها حقها. النظافة بقى، انت عارفة الحاجات دي بتبقى محتاجة تتلمع، تتظبط، تتحط بشكل مرتب. بجد هتجيب فلوس كتير قوي وهتتنقل نقلة تانية خالص، لان هي حاجات قيمة. اي نعم انتوا بتقولوا لي الاسعار غالية والموضة قديمة، بس صدقوني طبعا العرايس يبتعدوا خالص عن الموضوع ده، العرسان اللي بيجهزوا شققهم طبعا الحاجات دي مش هتنفعهم، مع اني انا شايفة ان الحاجات دي امتن بكتير من اللي هم بيجيبوها وافضل بكتير كمان، بس
طبعا مش هيجيبوا حاجات مستعملة، طبعا مفيش حد هيقبل بكده ومفيش حد هيرضى بكده، بس صدقوني انت لو بتجددي حاجة في شقتك يفضل ان انت تجيبي من السوق، تنزلي المحلات اللي انا بعرضها لك دي او اي محل تاني بيعرض اساس مستعمل، الحاجات دي قيمة جدا وتمنها فيها، وهتتبسطي جدا ان انت جبتيها. كان عنده كمان الجيتار ده كان ب50 جنيه، هو طبعا بعد ما فاق من الغيبوبة قعد يعزف عليه من غيبوبة الزبون اللي كان عنده. هندخل بقى على محل تاني اسمه عبد الرحمن، اللي قاعد في المحل يعني، عبد الرحمن عنده غرف النوم. على فكرة عبد الرحمن أصلا بيبيع مراوح، بس أنا فصلت جزء المراوح عن غرف النوم، عملت ده لوحده وده لوحده عشان ما تتلخبطوش. هو كان عنده في المحل كمان مراوح بيبيعها بالإضافة لغرف النوم اللي انتوا هتشوفوها دي. دي غرف نوم كده بسيطة وأسعارها حلوة جدا، وكمان خشبها حلو قوي، يعني انتوا هتلاقوا الحاجات اللي أسعارها عالية وهتلاقوا كمان الحاجات اللي أسعارها معقولة. وانتوا شفتوا سعر الأوضة، أنا مش فاكرة هي كان مكتوب عليها كام، سعرها مناسب جدا. في كمان عنده سراير فرداني، السريرين دول كان سعرهم 1500 جنيه، دول سريرين على فكرة مش سرير واحد. عنده برضو حاجات فردانية ممكن تاخدي دولاب لوحده لو عايزة. بصوا ده كمان سرير متر وكان سعره 700 جنيه. احنا هنا يا جماعة في مبنى ألف، تمام. بصوا كمان في أوضة النوم دي وكان سعرها 6500 جنيه، حلوة قوي شكلها جميل وسعرها كمان ممتاز. يعني لو انت مش عايزة الحاجات اللي أسعارها يعني فوق ال10 وفوق ال15 وفوق ال20، في كمان عندك حاجات أقل من كده بكتير، كل المستويات موجودة. عايزة أوض نوم جديدة، الأوض بتاعة دمياط ومعارض دمياط موجود برضو، كل الحاجات دي موجودة. أوضة النوم دي ب3500 جنيه، أوضة أطفال أو أوضة شبابي. كده احنا خلصنا عند عبد الرحمن وشفنا الحاجات اللي موجودة عنده. وأنا ماشية بقى شفت الكنبتين دولت فعجبوني جدا، معاهم أوضة نوم، كام أوضة نوم كده هتشوفوهم، بس للأسف صاحب الموبيليا دي ما كانش موجود، قعدت ادور عليه مش لاقياه بصراحه، بس ما قدرتش ان انا ما صور لكمش الحاجات الجميله دي، لازم تشوفوها. حاجات كده فخمه، حاجه انتوا عارفين الحاجات القديمه الفخمه دي، هي الحاجات دي على ما اعتقد ان كان في حاجه فيها بسعرها 32,000 جنيه تقريبا. اوضه النوم الذهبي دي كان سعرها 32,000 جنيه على ما اعتقد يعني. بصوا هتلاقوا الدولاب، السرير قدامه اهو، هتلاقوا الجزء اللي ورا والجزء اللي قدام، وكمان هتلاقوا دي التسريحة بالمراية بتاعتها. بصوا جمالها جميلة جدا. هتلاقوا بقى الكومودينوهات موجودة جوه الدولاب. بصوا كمان الترابيزة دي كان شكلها جميل جدا، ترابيزتين جنب بعض شكلهم حلو قوي بصراحه. انا كان نفسي في الترابيزتين دول بالذات، كان نفسي اخدهم، بس ما كنتش لاقيه صاحب المحل عشان اساله حتى اسعارهم ايه. الحاجات دي بصراحه لقط، يعني قدرتي تاخديهم انت فزتي. اعملي حسابك دايما لما تروحي يبقى في معاكي فلوس عشان اي حاجه عجبتك تشيليها على طول وانت ماشيه. على فكره كمان ممكن تدفعي جزء من الفلوس وبيحجزوا لك الحاجه اللي انت عايزاها، الموضوع ده منتشر جدا هناك. يعني انت روحتي ومفيش معاكي فلوس او معاكي جزء من المبلغ بتدفعيه وبتحجزي الحاجة اللي انت عايزاها. في كمان عندهم حاجة تانية، ان هما ممكن يجيبوا لك عربية من السوق، في عربيات تحت، عربيات نقل بتاخد الحاجات اللي انت عايزاها وبتوديها لك لحد باب البيت، وبتاخد منك حساب النقل وحساب الحاجة اللي انت اخدتيها. يعني واخده اوضه نوم، واخده ثلاجه، واخده غساله، العربيه بتشيل لك الحاجه من المعرض او من السوق لحد باب البيت، وانت بتحاسبيهم لما بتوصلي بيتك، بتديهم فلوس الحاجه اللي انت اشتريتيها بالاضافه لفلوس نقل الحاجه اللي اشتريتيها. بصوا بقى الجمال، دخلت جوه المحل برضو الكومودينوهات دي شكلها عجبني، فقلت برضو لازم تاخدوا فكره، لازم تشوفوا ايه اللي موجود. بس الحاجات دي هتلاقوا اسعارها فوق ال20,000 عشان نبقى متفقين. يعني الأماكن دي الحاجات المستعملة الفخمة اللي قدامنا دي سعرها عالي في السوق، وصدقوني الحاجات دي لو أخدت تلميعة
واتظبطت تظبيطة محترمة واتعرضت بشكل أحلى من كده، صدقوني هتجيب أسعار أغلى من كده بكتير. واسمعوا مني، الموضوع ده بيبقى على حسب شكل العرض بتاعها. طبعا بيبقى فيها شوية شغل كده، مثلا مقبض عايز يتركب، بصوا المحل ده رقم 34 ألف، عشان لو حابين توصلوا له. احنا بقى هنا عند محل المعلم باهي، وده رقم 124 123 جيم، في مبنى جيم. هتقولوا المعلم باهي 1000 مين هيوصلكم ليه، لانه معروف جدا هناك وهيشرح لكم الاماكن فين. الناس اللي انا بقول لكم عليها دي يا جماعه، مجرد ما هتسالوا عليها كل المحلات عارفين بعض، هيوصلوكوا على طول. مفيش حد هيضايقك، مفيش حد هيقول لك لا تعالى هنا، لا روح هنا، لا عايز فلان، هيوصلوك لحد عنده. الاوضه دي سعرها 50 ألف جنيه. اللي شفتوه بره ده كان السرير، الجزئين بتوع السرير اللي بيتحطوا ورا وقدام، السرير عامل زي التاج. تمام، شفتوا انتوا الشكل بتاعه. بصوا الدولاب عامل ازاي، لو ما خدتوش بالكم رجعوا تاني للسرير وشوفوه. واتنين كومودينو كمان موجودين فوق. انا كنت بشد الشماعة بتاعته، مش عايزة اقول لكم تقيلة ازاي، خشب خشب، حاجة كده محترمة بجد. بصوا كمان لون الدولاب من جوه زي لونه من بره، الحاجات دي حاليا ما بنشوفهاش، الدولاب من جوه لون، من بره لون تاني خالص. هنا انا لاحظت ان الالوان بره زي جوه، الخشب لونه بره زي جوه. بصوا الشماعة بجد بجد، يعني عايزة حد عنده صحة يعرف يشيلها. يفتح لي بقى. على فكرة اللي واقف معايا ده شادي ابن المعلم باهي، هو اللي كان بيشرح لي بصراحة، وكان نفسي اسمعكم صوته وهو بيشرح. ولد لذيذ جدا وفاهم، يعني شارب الصنعة صح. بصوا الحاجة كلها يعني مقبض ناقصها، ضلفة متلخلخة من مكانها، يعني عايزة اسمها ايه، اسمها ايه، المفصلة بتاعتها تتظبط، هي المفصلة مش اكتر من كده، مفيش فيها اي مشكلة خالص، تلميعة وتبقى عندك حاجة تحفة في بيتك. بس طبعا الاوض دي عايزة مساحات، يمكن احنا بنفتقد المساحات دي في شققنا، الشقق كلها مساحاتها صغيرة، عايزة حاجات صغيرة، فطبعا الحاجات دي بتبقى محتاجة مساحات كبيرة. بصوا شادي دخل لي جوه الدولاب، هو عمال يخبط لي فيه عشان يوريني المتانة بتاعته، بس طبعا هي واضحة ومعروف الخشب الكويس ومعروف الحاجات الكويسة شكلها ايه. احنا خلصنا اوضة النوم دي، ودي سعرها 50 ألف جنيه. هندخل بقى على حاجة تانية. بصوا التسريحة كمان، بصوا عاملة ازاي، وكلها رخام، سواء كان الكومودينو او العسكري بتاعها او التسريحة، كلهم رخام مش ازاز. وطبعا الرخام بيبقى احلى بكتير واشيك واجمل واغلى. وانا بيفتح لي التسريحة بتاعتها، بصوا كمان الادراج. في ناس طبعا بتحب الشغل الكتير ده، يعني في ناس بتهوى ان هي لما تجيب حاجة يبقى شغلها كتير. دي اذواق طبعا، كل واحد وذوقه وكل واحد واللي بيرتاح فيه. هي انتوا هتقولولي طبعا الاسعار غالية، بس صدقوني والله هي الاسعار هناك هو ده الرنج بتاعها، من فوق ال10 تلاف بقى وانت طالعة، خصوصا الحاجات القديمة كل أسعارها كده. يعني أنا دخلت معارض أو محلات بتبيع موبيليا جديدة أسعارها أرخص من كده بكتير بكتير، بس كخشب أنا لو هشتري أنا هشتري ده. يعني أنا بدل ما أشتري أوضة ب10 تلاف، لا أزود على 10 تلاف شوية وأشتري حاجة زي كده. الصالون ده كمان خشب زان، سعره 15 ألف جنيه. الأسعار دي مش نهائية طبعا، أنتوا بتفصلوا، يعني لما بتبقى الفلوس حاضرة طبعا الوضع بيختلف والكلام بيختلف. بصوا دي التسريحة بتاعت أوضة النوم اللي احنا شفناها، نفس التاج بتاع السرير، بصوا نفس الشكل بتاع السرير. واللي هيروح فيكم السوق هيعرف قد ايه ان الحاجات دي غالية. بصوا هنا السفرة، الدرج بتاعها كان كابوتينيه، الأدراج بتاعتها كلها كده. برضو السفرة دي يا جماعة بتتفكك حتة حتة، البوفيه ده بيتفكك حتة حتة، كل حتة فيه بتتفك لوحدها.
حاجة شغل محترم. انت بتاخدي خشب وصنعة، السفرة دي كان سعرها 25,000 جنيه، بتاخدي خشب وصنعة الاتنين مع بعض، حاجات بسيطة قوي اللي ممكن تظبطيها فيها. المقابض مش عاجباكي بتشيليها وبتركبي غيرها، زي ما قلت لك ضلفة متلخلخة بتظبطيها، حاجات بسيطة قوي اللي ممكن تعمليها في الأوضة مع التلميع طبعا. بصوا بقى كمان السفرة دي الكراسي بتاعتها طبعا التنجيد بتاعها محترم جدا، مش محتاج اي حاجة، والكراسي ما شاء الله يعني ثابتة ما بتتهزش. بصوا كمان القعدة بتاعت الترابيزة عاملة ازاي، بجد حلوة جدا. انت هتاخدي خشب محترم، هتاخدي كمان شكل محترم بجد ما فيهاش غلطة. يمكن الازاز مكسور، سهل طبعا الازاز ده سهل، حاجة بسيطة يعني. وشفتوا انتوا كمان الشغل اللي في الترابيزة، ودي الكراسي برضو بقول لكم تنجيدها حلو جدا جدا جدا، مش هتاخديها تعملي فيها حاجة يعني، مش هتعيدي تنجيدها الا بقى لو شكل القماش مش عاجبك وعايزة تغيريه، دي حاجة تانية. الغرفة دي قال لي دي غرفة 25 يناير اللي هي بتاريخ الثورة، وانا مش فاهمة ليه بصراحة يعني، سألته هو مش عارف، قال لي هي اسمها كده غرفة 25 يناير، بس مش فاهمة ليه يعني. لو انتوا شايفين حاجة بتدل على 25 يناير قولولي، انا ما فهمتش بصراحة. هنا كان بيشرح لي الحاجات بتاعتها، وبعد كده هيفتح لي بقى الدولاب عشان يوريني الكومودينو. فوق موجود العسكري وموجود التسريحة والشماعة، اهو شادي بيوريني الكومودينو. ده شادي يا جماعة، ده ابن الحاج باهي، بس الكومودينو مش باين والدنيا كانت ضيقة. بصوا كام أوضة في المحل ما شاء الله، طبعا ربنا يزيد ويبارك يا رب، بس مش واخدين حقهم، كانوا عايزين ياخدوا حقهم أكتر من كده. بصوا دي كمان فوق التسريحة ومعاها العسكري، وهيفتح يوريني الكومودينو كمان جوه الدولاب، وكان سعرها 25,000 جنيه. ده الكومودينو، بص الشغل عامل ازاي. ده كان ناس كانت فنانة، صدقوني اللي هيزور السوق ده وهيلف على المحلات دي، انا بشوف على فكرة معظم اللي بيشتري بيروح على الاساس المستعمل، معظم اللي بيشتروا بيروحوا على الحاجات دي وبيبقوا وناس يعني ناس مستويات كويسة جدا، بيركزوا قوي في الحاجات دي وبيبقوا عايزين منها. هي دي اللي احنا عايزينها. شفت زباين كتير بتقف على الحاجات دي وبتبقى معجبة جدا بيها وعارفين قيمتها، يعني ناس راحة مقدرة الحاجات دي وعارفة هي بتجيب ايه. وزي ما قلت لك الحاجات دي لو انت حابه تجددي في شقتك وعايزه تجيبي حاجه جديده، انصحك بالاوض دي، خشب كويس وهيعيش بقى معاكي، هيقعد معاكي كتير يعني، خشب كويس حالته كويسه كمان شغله نظيف، واي نعم السعر غالي شويه بس هتجيبي حاجه وتنسيها، وصدقيني افضل كمان من الجديد. الجديد خشبه مش قد كده طبعا، في حاجات بتبقى كويسه شغل كويس وممتازة وخشبها كويس، بس نادر لما هتلاقيها. لو هتجيبي صنايعي هيشتغلك في الموضوع ده هيطلع روحك، واسألي مجرب، هتجيبي صنايعي يعمل لك أوضة يا تاخديها يا ما تاخديهاش، ويا تطلع حلوة يا تطلع وحشة، يا يعملها هو بمزاجه ويطنش اللي انت قلتيه. الحاجات دي كلها انا مجرباها وعارفاها، وفكرة ان انا افصل أوضة او اجيب حد يعمل لي اوضه دي فكره فاشله فاشله فاشله، لان انت ونصيبك في الصنايعي اللي هتقعي في ايده. كده الجوله بتاعتنا خلصت، باقي جزء واحد بس اللي احنا مصورينه في معرض الرحمه، والمعرض ده فيه كل انواع الابواب الخشب، في عنده
الجاهز، وفي لو انت عايزه حاجه مخصوصه بيعملها لك. في كمان عنده شبابيك، عنده بلكونات، عنده الموتيل، عنده كمان بيبان اكورديون، وفي عنده البيبان المروحه. كل الحاجات دي موجوده عنده، المقاسات اللي انت عايزاها والخشب اللي انت عايزاه كل ده بيعمله. كمان عنده حاجات جاهزه، لو انت عايزه حاجه جاهزه موجود برضو عنده. كل ده هيشرحه لكم الاستاذ سيف. طبعا التفاصيل اللي هو قالها كانت كتير وانا ما عرفتش احفظها، فسبت لكم الجزء بتاع المعرض ده بصوت الاستاذ سيف. يا رب بس تسمعوا، عشان هو كان صوته واطي شويه وكان في دوشه في السوق. ان شاء الله تستمتعوا بيها. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم لايك وشير للفيديو، لو اول مره تشوفيني تعملي سبسكرايب للقناه. باي باي. بس برضه لو في شغل بيتعمل بنعمله، يعني ده الجاهز موجود ولو حد عايز عموره بتعمله. دي بيبان شقق ولا اوض؟ دي بيبان اوض. سعرها بقى بيبدا من كام؟ حاجه زي كده. ده 2 بوصه كل حاجه 15، وحشوه 2 بوصه وش ده. 2 بوصه. يا مقفل. نوع الخشب بقى؟ موسكي فرلاند. ماشي. في حاجه زي كده عامله 1000 ونص. حشوه 2 بوصه. ايه اللي عملت تاني؟ التخانات 2 بوصه. ايه؟ التخانات 2 بوصه. 2 بوصه بس الحشوه دي اللي بتخف شويه عن التاني. ماشي. في حاجه زي كده الدولاب اللي هتكفي دي بانواعها بقى، يعني في حاجه قشره قرو طبيعي وفي حاجه قشره مصنعه فبتفرق في السعر. دي للاوض برضه؟ اه اوضه. الضرفه بتعمل 750. بس دي شكلها احلى من دي، ليه سعرها اقل؟ على حسب بقى الزبون، كل حاجه على حسب طلب الزبون. بس دي خشب كخشب احسن صح؟ لا ولا هناك خشب احسن من دولاب كبس. وده ستانلس. ماشي. في برضه دي اوض، ده حمام وفي منه اوض. ده حاجة برضه نص بوصة ونص، لوحة 14 مللي. أيوة. بتعمل 1100 وحاجة نظيفة برضه. مش ده حاجة زي كده تقيلة. لوحة 18 مللي قشرة أرو طبيعي برضه حاجة نظيفة جدا. ولا يفتح الباب ولا يريح ولا الكلام ده، بيعمل 1000 ونص. 1000 ونص. أوضة برضه. باب أوضة. كل اللي هنا دي بيبقى أوضة. أيوة. ده متر. ده برضه باب أوضة يمشي شقة متر ويمشي أوضة متر عادي. ده بيعمل 1200. ماشي. ودي اوضه برضه ستانلس. ده بالضرفه برضه بتعمل 8.5 قشره قرو طبيعي غير اللي هناك. 8.5؟ في قشره قرو طبيعي. في قشره مصنعه في قشره قرو. ده برضه بالاوضه بتعمل 8.5 الضرفه. 8.5 الضرفه 8000 ولا 850؟ 850 جنيه الضرفه. لو انت زودت عليها الحل بتعمل 1300. 1300 بالحل. بس حل عموله. في حاجه زي كده الطرف المؤقت دي. ده مستعمل ده. ده جديد برضه. جديد. كبس مؤقت يعني حاجه خفيفه قريبه للزبون. دي الضرفه بتعمل 4.5. 450. في حاجه زي كده برضه بالجنان اللي هي الاكورديون. الاكورديون حاجه نظيفه منتج اصلي. الباب بيعمل 500. كان في كام بقى؟ في 86 في 22. 86 عرض في 2 متر 20. اوضه برضه. يمشي اوضه ويمشي حمام على حسب عم سايق. ايوه. وده باب مروحه اللي هي بتبقى في السماء كده او المطار والحاجات دي. ايوه. ده بيعمل 600 جنيه. 600 جنيه. انتوا اللي بتركبوا ولا الزبون بياخد الحاجه؟ بيركب زي الشغل ده كده مع النجار. يعني الزبون بياخده وهو يتصرف فيه. ودي شبابيك متر شيش وزاز وسلكون. حاجه تقيله 2 بوصه. الشباك بيعمل 1250. بس 2 بوصه كله لو انت هتعملي بره ده يعمل له بتاع 1700 1600. قوايم 7.5 حاجه تقيله. 750. القوايم 7.5. السعر بتاعه 1250. 1250 تمام. ماشي. في حاجه زي كده من غير شيش سلسله ازاز وسلك. عامله 850. برضه منها متر ونص. ده 120 في منه متر ونص. بيعمل 1200. 1200. في حاجه 2 متر نفس الشغل برضه سلسله. بيعمل 1000 ونص. تمام. ماشي. دي بقى من الشيش وازاز وسلك. ثلاث حاجات شيش وازاز وسلك. بلكونه بتعمل 1700. 1700. ماشي. وده شباك متر ونص شيش وازاز وسلك عموله 2 بوصه كلها. ثلاث حاجات. ده يعتبر فوق العموله كمان. منه 60 اللي هو ما عندوش تراب، وفي منه شغل عادي.
يعني ده ما بيعديش تراب. اللي هو بتاع التكييفات ما بيعديش تراب، ما يسربش اي حاجة. ايوه ايوه. الشباك بيعمل 2000 ونص. لكن ده عادي ده. ده في منه عدد، لان في ناس بتحب العدد عشان الضرفة بتلك العفريت. ايوه ايوه. كانت بتبقى واخدة زاوية كده. اه تمام، أول مرة كنت بعملها. زي كده برضه دي مناور. بإجماع مقاساتها 80 في 80 عامل 400 جنيه. تمام. 60 في 80 عامل 300. 300؟ 300 زيزو سلك، كل ده زيزو سلك. ده بالنسبة للأوضة. ده بيعمل 2100. 2100؟ اه. بس حاجة محترمة، الشغل كل ده زان. ايش رزان وعلى خشب ماسك فيرلاند. ده 120. ده ثابت وظرف. ده بيعمل 2600 2700. زي اللي هناك بس على 120. ده السكينة ده التقيلة ده. دي بتعمل 2800 جنيه. بس معمول 2000؟ 2800 جنيه. 2800. في حاجة زي كده، ده في شقة برضه. يعمل 1000 ونص. 1000 ونص. من بوصة كل دي حاجة عربية. ماشي. ده حاجة ده في شقة برضه. ده مش شقة ماسك 2 بوصة كله قوايم 15. ده بيعمل 1700. 1700. وده برضه مش شقة خشب ماسك فنلندا. ده بيعمل 1750. وده زي اللي بره برضه شغل زان بس شكل تاني مختلف. هيعمل 2100. ماشي. ودي اوض. زي اللي انت شفتها يعني. ايوه. بس ده قشرة مصنع، بقى الضرفة بتعمل 750. من غير الحلق، بالحلق بنضيف الحلق مثلا التقيل ب 550. في حلق ب 400 جنيه تاني. تمام. ماشي. وده برضه باب شقة، حاجة تقيلة. ده معمولة زي باب الأوضة اللي أنا وريته لك هناك. ده وش الظهر كده 2 بوصة كله، قوايم 15 وحلق 15. أيوه. ده احنا كنا بنداوم 2500، بنداوم 2300 ده بقى. الرايح برضه شويه مع الزمان ده، في منه متر و10. ده متر، ده 110. بيعمل 2700. ده برضه متر و10 برضه. ده بيعمل 2000 جنيه. زي اللي احنا قلنا عليه 1700 هناك. بس ده متر و10. وكل اللي واخد شغل زان ده بيعمل 2000 ونص. وبنقرب برضه مع الزبون. كل الشغل ده شغل زان. كل البيبان اللي فيها الشغل ده زان، كل ده زان. بس على خشب مسك. عشان برضه ايه؟ عشان لو كله زان يعدي 7-8000 جنيه. ايوه ايوه. دي بلكونه برضه 120. تعمل 2000 جنيه. شيش وازاز وسلك. 2000 جنيه. عشان تعملي اقل بلكونه بره دلوقتي تعمل 3000 جنيه. خشب ب 12000. خشب ب 12؟ 12000 اه خشب. خام. في شباك زي كده ده 2 بوصة كله وانا واقف. ده عامل 1750. في حاجة زي كده اللي هو السكينة زي اللي انا وريته لك هناك. 120 في 120 ده من 1850. ماشي. وده شباك متر في متر برضه بيعمل 1100. وب 1000 جنيه برضه بنمشيه. في حاجة زي كده الشقة كده ده باب شقة ده بالحلق بتاعه، الحلق بتاعه معمولة 2 بوصة كله. بيعمل 1800. حلو بتاع 2 في 6 زي ده. وده بيعمل 1100. 2100 اللي هو الزان. ده الشغل ده مطلوب ولا هو سعر واحد بس هي الرسمه اللي ده الشغل ده حد طلبه ولا هو الباب جاي كده؟ لا هو الباب جاي كده. اه مش شغل حد طلبه يعني؟ لا لا هو الباب جاي كده. وده باب جوه. الدرس عامله 850. اشرح الرقم ده. الأوائل من 10 سم. وبالحلق؟ ده الحلق بتاعه بيزيد بقى، في حلق ب5.5 وفي حلق ب400 على حسب الزبون معايا. تمام. طب اخد كارت بقى من حضرتك. سجل الأول ده. ده برضه الدفعة عاملة 850. وبالحلق بتاعها برضه بتعمل 13.5 13. تمام.
ودي الدولف اللي هي مؤقته برضه، هو الدولف بتعمل 400 جنيه من غير الحل. دي جديده برضه؟ اه جديده، اللي هي الدولف الكبسه. اه تمام. طب دي كانت بقى تصور معاها في المحل اللي تحت 124 ده بيقيس الدوليه، انضف حاجه في السوق، ما حدش بيعمل الشغل ده. في السلك وسلك المتر بنعمله ب 1000 ونص، وبنقرب مع الزبون لو مأسات كتير. ممكن تعملوا له عمولة ولا هو اللي موجود عندكم؟ لا بنعمله برضه أي مقاس. يعني شغالين كمان في الألومتان؟ اه في الألومتان، يعني لو عايز مقاس مختلف بنعمله له. تمام. أنا على الراحة. ماشي حبيبي، عايز الكارت تاني؟ لا.